إذا قيل لك هل أوصى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشيء مكتوب كما تزعمه الرافضة؟ فقل لا، لم يوصي بشيء مكتوب. ولذا رد علي رضي الله عنه كما في صحيح البخاري لما سئل هل أوصى لكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء، فقال لا إلا ما في هذه الصحيفة.